ويا بقيت محيرة وصفج بدي ويا شماتت العدوان بي. والله يا جماعة هاي الأبيات استأذن صاحب الزمان دائما وأقراها، وأعتذر لصاحب الزمان يلا أقراها، للحوائج الثقيلة، للحوائج الصعبة، للحوائج المهمة. ها شلون زينب طلعت من كربلة، شلون راحت ويا الرؤوس سبايا، شلون أخذوها من بلد إلى بلد. افتح لي قلبك ها واعرض لي حاجتك وعيش لي. هاي محنة زينب، شنو هالمحنة هاي؟ شنو هالشدة هاي؟ ذليلات ذليلات يا الوالي مشينا، شفت من اقول لك اعتذر لصاحب الزمان. ذليلات ذليلات يا الوالي مشينا، اي والله مشينا مشينا نتعثر يا بعد اهلي بمشينا. هسه راح تدرك ليش اعتذرت لصاحب الزمان، هسه راح تسمع وتشوف. تقول له ابويا ترى حجاب حجاب ما خلوا علينا، والله حجاب ما خلوا علي انا وبحبال بحبال خشنا مكتفين، بحبال خشنا مكتفين ونصيح يا عباس ما تلحق علينا. يا يا ابو فاضل يا اخو، تقول زينب انا اتمني يتراعى الجود موجود. ابو فاضل اي والله موجود وترد جفوف ابو فاضل للزنود. هواي عتبت زينب هواي بيتين الدعاء. وسيد حسن ان شاء الله يكون بخدمتكم، والعزاء الليله ختام ان شاء الله تعالى وختامه مسك ان شاء الله. زينب عتبت على اهلها، وهذا حال الحرمة بالغربة. المرأة من تنهضم تعتب على أهلها، المرأة من تزعل تعتب على أهلها. أبوها وين؟ إخوتها وين؟ حالها تقول زينب أنا ما ظنيت ما ظنيت دهري يخون بي، وما ظنيت الأخو يروح من دي. عتابها شنو؟ هذا شوية عتابها يوجع، اسمع زين. تقول اعتيب انا اعتب يا اهلي وحق من عاتب. ليش؟ اي والله من عاتب من عاتب ترى نسوانكم بين الاجانب. كانت تباوع زينب تشوف ابو فاضل على جهه، علي الاكبر على جهه، القاسم منا، الحسين منا، هسه بس شمر وفلان وفلان. اي والله اعتيب اعتيب اعتب يا اهلي وحق من عاتب ترى نزوانكم بين الاجانب. يا هنا يا هنا ترى تعبنا تعبنا من نوم الخرايق. جاوب جاوب
والله هذا البيت ما قرأناه لحاجة، ما طلبنا به حاجة إلا وقضيت. علم كان علم كان الخيم مهيوبة وبنصهن أبو فاضل، علم كان الخيم مهيوبة وبنصهن، علم كان علم كان ودليل بخوف يتوجل، خايفة زينب علم عدها دليل بخوف يتوجل، علم كان علم كان انا عقب عباس ادور لي، عقوب عباس ادور لي، علم كان علم كان العباية وخيمة تحترقن علي، العباية وخيمة تحترقن علي